السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع أمينة بن علي. اليوم باش نحضر معاكم جنواز، جنواز خفيف ومقاديره مضبوطة وسهل. كان عجبكم الجنواز وعجبكم الفيديو وعجبتكم قناتي، ما تنسوش باش تشاركوا في القناة وتبرتاجوا الفيديو بالأهل والأحباب، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نشوفوا مقادير الجنواز. كسرت 6 بيضات، بيضات متوسطين الحجم وبحرارة الغرفة، ونعمل رشة ملح، شوفوها رشة ملح صغيرة. عندي باكو فانيليا، المقادير تنكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. 270 غرام سكر، نخلطوا المكونات كاملة لين يتبدل لون البيض وتولي القوام تاعو كل كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كملت خلطت، خليط البيض والسكر ورشه الملح وباكو الفانيليا. نجيب الغربال ونحطه باكو خميره 7 غرام، هي الاولى باش نغربلوها. و270 غرام فرينه، نبدو نغربلو بشوي، ومع العلم راني غربلتها مره الفرينه والنوع الممتاز الفرينه باش تجيكم باهيه. اشروا الفرينه النوع الممتاز وغربلوها مره وحدها والمره الثانيه لهنا كي تبدو باش تخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. نغربلو بشوي، نخلطو بعدكش نزيدو شوي، ما نغربلوهاش فرد مره القيمه. نخلطو تو، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحاولو نستحفظو على الرغوه نتاع البيض كيف هك، حركات دائريه باش الجنواز يجي فيه الاكل هواء هذاك ما نخسروش. بسم الله كيف هك، ديما دورو المغرفه. انتم تشوفوا انها الفرينة كلها ذابت لولا انتم تعملوا الرشة الثانية، يعني بقية الفرينة تغرب له. نبدو ندور ونحركوا هكا بيدينا. كملنا خلطنا الجزء الاول ونكملوا الفرينة الباقي، الجزء الثاني من الفرينة اللي هي 270 غرام. الجنواز يحب الفور سخون، نحلو الفرن على درجة حرارة 160 قبل بعشر دقائق من نحضرو الجنواز، باش كي نحضروه على الأقل يبقى 15 دقيقة هو قبل ما نحطوه فيه الجنواز. 5 دقائق لتحضير الجنواز وعشر دقائق قبل، يعني 15 دقيقة باش يحمى مليح ويجيكم الجنواز طالع وناجح إن شاء الله. نخلطو حركات دائرية كيف هك، وبعض الأحيان نهز يدينا كيف هك باش الفرينة اللي مكعبرة تطلع باش تتحل مع الخليط. الجنواز ساهل ماهل وناجح ان شاء الله، ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. المهم تبعوا المقادير، راهي المقادير مضبوطه باش النتيجه تضمنوها والضمن ربي، تبعوا المقادير باش تنجحوا فيه. كملت خلطت الجنواز نتاعي، شوفوه القوام نتاعو. حضرت المول باش يدخل الفرن، العرض نتاعو 26 سنتيمتر. هاني دهنتو بشويه زبده وعملت له الورق اللي يدخل للفور، ورق الزبده. نحط الباط نتاعي تاو في المول، نزيد يدينا الفوق شوي كان نجمو. كملت حطيت العجين نتاع الجينواز، تاو نهز الفوق هكا شوي ونهبطو كيف هكا ثلاثة ولا أربع مرات. شفتوها هك العيون هذيك، هذيك هواء. نجيبو توا معون اخر مثلا كيف هذا، يديه تبدا حديد والقاع نتاعو يعني يهزلي المول نتاع الجنواز. نحطوها كيف هكا ونحطوها في الفرن بالاناء هذا، باش الاناء هذا يعني ما يخلي الحراره ما تجيهاش قويه، يعني كل حاجز هو كل حاجز. والجنواز ولا القطو نتاعنا ديما نحطو له يعني طبق اخر تحت الطبق اللي نطيبو فيه، خاطر كذا حاجه كيف هكا خفيفه وديليكاتو طيابها ماذا بينا نعملوا لها حاجه من تحت، يعني كيما الطبق ولا مقله كبيره ولا حتى اللي نطيبوا فيه في الخبز، الطاجين اللي نطيبوا فيه في الخبز نجم نحطوه من تحت. نهزوها توا للفرن، والفرن يبدا سخون ليه 15 دقيقه توا على درجه حراره 160، نخلوه ما نحلوش عليه خلاص 35 دقيقه. لكن حلينا عليه تهبط الخميره نتاعو، ما يجيكش منفج وما يجيكش ايبونج. ان شاء الله تكون المعلومه هذه وصلت لكم، وتنتقابلوا ان شاء الله بحول الله كي يطيب.
الجنواز نتاعنا حضر هاكم تشوفوا معايا مازال سخون، نشوفوه مع بعضنا. ها هو نحاولوا بسم الله، خاطر مغلفاته بورق الزبده وزيد دهنتها بالزبده بيحاول ليه ما يلصقش. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجنواز نتاعنا هو طايب والحمد لله. ايبونجنا ما نجمش نلمسه خاطر خايفه يهبط، باش نعملوا به ان شاء الله قطو على قريب، قطو بالكريم. كان جربتوه بحاوله تنجحوا فيه مع مقاديره المضبوطه ويكون من يعني من الوصفات المعتمده عندكم في الجنواز. الى اللقاء في الجزء الثاني من الجنواز، باش نعملوا لكريم ونحضروه مع بعضنا ونكملوا كيك بالكريم.